الرئيس السيسي ورئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك يجددان التأكيد على ضرورة إقرار حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة. مدبولي يؤكد اتفاق العالم على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية ويحذر من تبعات أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية. شكري يقول إن الوضع في غزة مروع ويؤكد ضرورة عدم سماح المجتمع الدولي بالمزيد من الدمار والقتلى. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الراسخ باحترام السيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك واستعدادها للتعاون مع مختلف مكونات المجتمع البوسني بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتروفيتش، أوضح الرئيس السيسي أن المباحثات شهدت استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. لقد كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، حيث تحملت مسؤوليتها كدولة راعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك. وأود في هذا الصدد أن أؤكد موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك واستعدادنا للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها. كما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخرا على فتح باب مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي، متمنين التوفيق والتقدم على هذا المسار المهم لمستقبل البلاد. السيدات والسادة، لقد أجريت مع فخامة الرئيس اليوم مباحثات مهمة عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية، وأكدت في هذا الصدد حرصنا على تعميق وتطوير كافة أشكال التعاون القائمة بين البلدين. كما شهدت المباحثات استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أكدنا الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها، بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن ترحيبنا بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر من بعض المدن البوسنية إلى مدينة الغردقة، وبما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين. كما أكد الرئيس السيسي أن هناك تقاربا بوجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما بشأن القضية الفلسطينية. واتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي، فضلا عن أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لمناطق القطاع كافة. وقد عكست مداولاتنا أيضا تقارب وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقنا على ضرورة بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لمناطق القطاع كافة، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية. على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. We'll be right back.
من جانبه وجه رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتروفيتش الشكر لمصر وشعبها على كل ما قدمته للبوسنة والهرسك، مؤكدا رغبته في استضافة الرئيس السيسي في سراييفو لتدعيم العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات. وأعرب بيتروفيتش عن تطلعه لإحلال السلام في قطاع غزة في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الحل للأزمة يتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة. أن البوسنة والهرسك تود بكل إخلاص أن يتم إحلال السلام في أسرع وقت في غزة ويتم وقف الحرب وحماية المدنيين، وأريد أن أعرب هنا عن موقف البوسنة والهرسك أن الحل الوحيد العادل هو إنشاء دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل، دولة فلسطين بكامل السيادة. فنحن دائما في الساحة الدولية السياسية ننتهج سياسة متزنة ومضطردة. نحن دولة صغيرة لكننا دولة دائما نعرب عن طابعنا وعزتنا والالتزام بالمبادئ في المحافل الدولية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتروفيتش في قصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية بحضور قرينة رئيس الجمهورية السيد انتصار السيسي وقرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين. هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أعياد تحرير سيناء والعمال والقيام المجيد. كما هنأ رئيس مجلس الشيوخ الشعب المصري بمناسبة هذه الأعياد الوطنية والدينية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلم والاستقرار، وأن يوفق قائدها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. لقد احتفل شعبنا الأبي بالأمس القريب بعيد الكرامة والعزة، وهو الذكرى 42 لتحرير سيناء الحبيبة، تلك الذكرى المجيدة التي صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية، فتحية تقدير واحترام لجميع شهدائنا المخلصين الذين حققوا هذا الانتصار العظيم. كما تفصلنا أيام قليلة عن احتفالنا بأعياد وطنية ودينية أيضا، حيث نحتفل في الأول من مايو بعيد العمال، فتحية تقدير لعمال مصر الأوفياء الذين يواصلون عملهم ليلا ونهارا إيمانا منهم بقيمة العمل ودوره في استكمال المسيرة الوطنية التي تشهدها مصر تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يحتفل إخواننا في الوطن أقباط مصر بعيد القيامة المجيد، تلك المناسبة الدينية التي نتقدم فيها بكل التهنئة إليهم، فكل عام وجميع المصريين سعداء بوحدتهم الوطنية وتماسكهم المجتمعي. وإنني باسمي واسمكم جميعا أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم وإلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة هذه الأعياد الوطنية والدينية، داعيا المولى عز وجل
أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن العالم اتفق على ضرورة إنشاء دولة فلسطين المستقلة، ولا يمكن إنشاء دولة فلسطينية بدون شعب فلسطيني. وشدد مدبولي خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض على ضرورة السعي وراء الهدف طويل الأمد وهو حل الدولتين. حان الوقت الآن وليس يوم غد أن يجتمع العالم مرة أخرى لكي يعترف بحق الفلسطينيين بدولة خاصة بهم. هذا أمر يعارض كل ما سمعناه من الغرب عن حقوق الإنسان، عن الحاجات الأساسية وعن الديمقراطية وأي شيء آخر. ما يحدث اليوم يعارض كل ما تربينا عليه وكل ما طلب منا أن نتكيف معه وأن نطبقه في مناطقنا المختلفة. الآن هو الوقت، وإلا يفوت الأوان. يجب أن نصل إلى قرار يفيد حل الدولتين. إن أردنا أن نعمل على أي قرار أو أي حل يفيد إسرائيل فقط، هذا القرار لن ينجح، هذا الحل لن يكون مناسبا، لأننا نتحدث عن وطن فلسطيني، عن جيل تربى لمدة 75 عاما تحت الاعتداء وغياب حقوق الإنسان الأساسية، حتى غياب الحق في العيش على أرضهم بكرامة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن ما يحدث في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر الماضي يعتبر عقابا جماعيا. أضاف مدبولي أن التبعات التي صدرت من إسرائيل كانت أمرا غير محتمل، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 34 فلسطينيا وأكثر من 77,000 إصابة، بالإضافة إلى 7,000 لازالوا مفقودين. التبعات التي صدرت بعد ذلك من إسرائيل كان أمرا غير محتمل. كل الفلسطينيين في غزة يدفعون ثمن ما حدث في 7 أكتوبر. إنه عقاب جماعي، ليس عقابا لحماس بل لكل الشعب الفلسطيني الذي يعيش في غزة. تصوروا أنه حوالي 2.5 مليون نسمة كانوا يقيمون في قطاع غزة، فجأة تدهورت وتدمرت حياتهم. نتحدث اليوم في هذه اللحظة عن أكثر من 34,000 ضحية، أكثر من 77,000 إصابة، بالإضافة إلى 7,000 لازالوا مفقودين تحت الركام. هذا وقال رئيس مجلس الوزراء إنه منذ اليوم الأول 7 أكتوبر وقفت مصر لدعم الفلسطينيين، مضيفا أن أكثر من 85% من كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة عبر معبر رفح البري قدمت من جانب الحكومة والشعب المصري، لافتا إلى أن المعبر يعمل على مدار 24 ساعة من الجانب المصري، بالإضافة إلى استقبال مصر للحالات الحرجة، مشيدا بالدعم الذي تم الحصول عليه من قبل المؤسسات الدولية وتقديم المساعدات للمصابين. منذ اليوم الأول وقفت مصر دعما للفلسطينيين، ومن دون أي مبالغة من الممكن أن أقول أن أكثر من 85% من كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة تم جمعها وإرسالها من قبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري. هذا لأننا نتشارك حدودا مع قطاع غزة، وخاصة عبر معبر رفح، وبعد ذلك من خلال كرم شالوم تمكنا من إيصال كل أنواع المساعدات من جهتنا، بالرغم من أن رفح كما تعرفون هي أساسا معبر غير تجاري، لا يسمح لمرور الشاحنات بل فقط مرور الأشخاص، ولكن منذ اليوم الأول افتتحنا معبر رفح وهو مفتوح 24 ساعة في اليوم من جهتنا لكي نسمح بإيصال كل المساعدات. كذلك أكد رئيس الوزراء ضرورة بذل كافة الجهود لمنع الاعتداء على رفح الفلسطينية وممارسة الضغوط على كلا الطرفين لوقف إطلاق النار،
وقال مدبولي إن أي اعتداء على رفح سيؤدي إلى نزوح آخر يضغط على مصر لعبور حدودها، مؤكدا استعداد الحكومة المصرية لتقديم الدعم اللازم للنازحين، ولكن من الناحية السياسية سيساهم النزوح في إنهاء القضية الفلسطينية ونزوح كامل للشعب الفلسطيني. أهم علينا فعله اليوم هو أن نبذل قصارى جهدنا لتفادي أي اعتداء على رفح، لأن الوضع في رفح اليوم هو أنه لدينا أكثر من 1.1 مليون فلسطيني نزح من شمال ووسط غزة إلى رفح، بالإضافة بالطبع إلى 250 ألف ساكن في مدينة رفح، أي نتحدث عن ما بين 1.3 مليون و 1.4 مليون شخص في مدينة رفح وعلى الحدود ما بين غزة ومصر. أي اعتداء أو هجمة على هؤلاء سيمثل كارثة بكل ما للكلمة من معنى، وهذا أقل ما يقال عن الوضع، وبالطبع هذا سيؤدي إلى نزوح ثان لهؤلاء الأشخاص الذين سيسعون للانتقال إلى أي مكان آمن آخر، وقد يعني ذلك أن يضغطوا على مصر لعبور الحدود نحو مصر. ونحن في الحكومة المصرية من الناحية الإنسانية بالطبع نحن جاهزون لتزويدهم بأي دعم هم بحاجة إليه، ولكن من الناحية السياسية هذا سيساهم في إنهاء القضية الفلسطينية ونزوح كامل للشعب الفلسطيني. بدوره أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي يرفضان اجتياح رفح الفلسطينية، وخلال مشاركته في جلسة حوارية حول الشرق الأوسط خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، قال شكري إن الوضع في غزة مروع ولا يمكن السماح بالمزيد من الدمار والقتل. وما يجب فعله هو أن نوضح بأن لدينا رغبة
إقامة الدولة الفلسطينية ووضع حل للقضية الفلسطينية وتنحية جانبا دوامة العنف التي استمرت على مدى 70 عاما. أن نتخذ خطوات وتدابير ملموسة، هنالك قدرة، هنالك آليات، وهنالك أدوات فاعلة يمكن أن نستخدمها لكي نفي بهذا الشرط. ولكن هذا هو إعلان وليس تصير أو مسار، ويجب أن يكون هنالك التزام واضح لتطبيق ذلك والسياسات تأتي أكلها. يجب علينا أن نضع حدا للوضع الراهن، وهذا لن ينتهي إلا إذا ما كان هناك التزام من قبل أولئك القادرين. لدينا جميعا دور يتعين أن نلعبه، ونحن نعرف ثوابت هذا الدور وملامحه، ولا يجب أن يكون هناك عناصر خارجية تؤثر على ما نقوم به إذا ما كنا جادين بشأن وضع حل للقضية الفلسطينية ووصولا إلى التكامل ووضع حد لدوامة العنف. جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تأكيده على معارضة بلاده لهجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية. وفي لقاء خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن واشنطن لم تر بعد خطة تمنحها الثقة في إمكانية حماية المدنيين بشكل فعال. وكان بلينكين قد أكد أن الطريقة الأكثر فاعلية لتخفيف الوضع الإنساني في قطاع غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار. أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مصدر حكومي إسرائيلي بأن السلطات تبذل جهودا منسقة لمنع خطط المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين. وكشف المصدر أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقود هذه الجهود بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن واشنطن هي كذلك جزء من الجهود الدبلوماسية الجارية. هذا وأوضح المصدر أن التركيز الأساسي لادعاءات المحكمة الجنائية الدولية سيكون باتهام إسرائيل بتعمد تجويع الفلسطينيين في غزة. من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المؤسسة العسكرية والأمنية تتوقع إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هيرتسي هيلفي هذا الأسبوع. أفادت صحيفة لو فيغرو الفرنسية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخشى بالفعل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إمكانية إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مذكرات اعتقال خلال الأيام القادمة. كما أشارت إلى أن من بين المسؤولين الإسرائيليين الذين قد يشعرون بنفس قلق نتنياهو وزير الدفاع يواف جالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هيلفي. واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن القائمة قد تمتد وتشمل مسؤولين عسكريين آخرين أو مسؤولين في أجهزة الأمن. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الجانبين ناقشا بذل الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحة لقطاع غزة، إلى جانب التوافق على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار. تتواصل موجة احتجاجات للطلاب المؤيدين للفلسطينيين بجامعات الولايات المتحدة على الرغم من اعتقال الشرطة لنحو 200 شخص. ويطالب المحتجون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن مطالبات الجامعات بوقف الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع الجيش وإنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل.
رغم تواصل حملات القمع والاعتقالات، استمرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، فيما تعهد الطلاب بمواصلة اعتصامهم في الخيام لحين تلبية مطالبهم. الطلاب الأمريكيون طالبوا بوقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، فضلاً عن مطالبة الجامعات بوقف الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع جيش الاحتلال وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. وامتدت موجة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى حرم الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة بعد اعتقال أكثر من 100 طالب في حرم جامعة كولومبيا بنيويورك. جامعات عدة شهدت أيضا حملات قمع، حيث أغلقت جامعة جنوب كاليفورنيا وسط وجود مكثف للشرطة، وألقي القبض على نحو 80 طالبا من جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميزوري وغيرهم في جامعات أخرى. وتخطط مجموعات خارجية للتظاهر دعما للمخيمات المؤيدة للفلسطينيين، وأخرى تعتزم تنظيم مسيرات مناهضة لها في وقت شدد فيه البيت الأبيض رغم قمع الشرطة للمحتجين على وجوب أن تحافظ الاحتجاجات التي بدأت منذ أسابيع على الطابع السلمي. غزة اتدمرت، ما ضلش حاجة. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف 3 منازل في مناطق متفرقة من مدينة رفح، ما أسفر عن 19 شهيدا وعشرات المصابين. كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع. يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال في ممر نتسارين بوسط القطاع، أسفر عن قتلى ومصابين من الجانب الإسرائيلي. أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و68 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 34,488 شهيدا و77,643 جريحا، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. استشهدت عائلة بأكملها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها برفح جنوب قطاع غزة. ويشهد قطاع غزة يوميا استشهاد العشرات بما فيهم الأطفال والرضع والنساء الحوامل جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي. صابرين الروح، شعاع الأمل المتبقي من عائلة استشهدت بدم بارد من جراء غارة إسرائيلية قصفت منزلها في رفح جنوب القطاع المدمر ضاع هو الآخر. اسم أخوي انمسح نهائيا من السجل المدني، يعني أنا كنت أول ما طلعوها من بطن أمها وكنت باستمرار يوميا أروح على المستشفى أطمن حالتها، أشوف الدكاترة،
أسألهم عن حالتها يقولوا له حالتها كويسة، بس يعني شوي في مشكلة عندها في النفس. قال النفس هذا منخوفش، فاهم كيف؟ كنت بدي أسأل إنه كمان أطلعها برضه، فقال لي إن الأمور ما بتحتاجش، اللي كاتبه ربنا بصير في النهاية، لا اعتراض على حكم ربنا. فبتفاجأ اللي هو امبارح بيجيني اتصال من إدارة مستشفى الإمارات بيقولوا لي عم الطفل صابرين الرب. أقول له صحيح. لو بقول لي البنت صار عندها مضاعفات، يعني فرق 10 ساعات بين ما كنت عندنا وما جاني الخبر. لو بقول لي البنت صار معها مضاعفات وربنا اداك عمرها البنت. لم تجدي محاولات الإفاقة والإنقاذ الطبي، حيث تعرضت الطفلة لإصابات خطيرة، فلحقت صابرين الروح بأسرتها، وذلك بعد أيام من استخراجها حية من رحم والدتها التي فارقت الحياة. برحيلها لم يعد يتبقى أثر أو ذكرى من هذه الأسرة التي أبيدت بالكامل. أخوي ومرته كانوا مجهزين للمولود، فبحضروا الاغراض للبنت، مجهزين في شنطه الثياب، انه يعني حاسس انه حاسين انه بدها تلد في الشهر السابع البنت هذه. شوف سبحان الله، حاسين انه مجهزين الشنطه، مجهزين البامبرز، مجهزين كل شيء، حاسس انه بنته حتلد في الشهر السابع. وفعلا بنته استشهدوا كلهم وانولدت في الشهر السابع. راحت روح وراح اخوي وراحت بنته وراح نسيبه وراحت الدار اللي كانت تلمنا، يعني قال ما فيها انه لو لقينا ذكرى من اخوي، ذكرى من بنته، ذكرى من مرته، ما فيش اي حاجه، كل شيء راح، كل شيء. حتى كمان صورهم ان اللاقين ما لقيناهنش، جوالاتهم ان اللاقين ما لقيناهنش، ما لقيناش ولا اي حاجه، فيش شيء ان اللاقين من ريحه اخوي. خلف التراب توارى بدن صغير لم يرتكب أي جرم أو ذنب. صابرين الروح كآلاف الأطفال والرضع الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي، بل إن عائلات بأكملها تم محوها من غزة مع استمرار آلة القصف الإسرائيلية في حصد أرواح الأبرياء دون توقف. أرسلت مؤسسة حياة كريمة قوافل إغاثية لقطاع غزة بإجمالي 503 شاحنة بقيمة تجاوزت 530 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني. وتضمنت الشاحنات توصيل السلع الغذائية والمياه والملابس والأدوية والمستلزمات الطبية والبطاطين واحتياجات أخرى، كما أطلقت حملات التبرع بالدم بمشاركة متطوعي المؤسسة وتضامن كافة طوائف الشعب المصرية. وحرصت حياة كريمة على عقد ندوات ومحاضرات توعوية بالجامعات المصرية في كافة المحافظات، بالإضافة إلى استقبال طلبة المدارس بصفة مستمرة لتوعية الشباب والنشأ بالقضية الفلسطينية، فضلا عن توعية كافة الفئات العمرية بالقضية وأهميتها للأمن القومي المصري. هذا ويواصل معبر رفح الحدودي استقبال مختلف أنواع الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة. المزيد حول المساعدات وحركة عبور الشاحنات للأشقاء في قطاع غزة يطلعنا عليها الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري. نتحدث عن معبر رفح، اليوم هو يوم أجازة في منفذ كرم أبو سالم نظرا للأعياد اليهودية، وبالتالي لم تمر شاحنات عبر منفذ كرم أبو سالم اليوم سوى عدد من شاحنات الوقود، من بينها 4 للغاز و2 للسولار مرت من خلال معبر رفح البري. أيضا هناك ربما حدث مهم، وهو إدخال مستشفى ميداني ضخم على 9 شاحنات. هذا المستشفى الميداني به عدد كبير من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وبوسع هذا المستشفى إجراء العمليات الجراحية الدقيقة للجرحى والمصابين الفلسطينيين. وأيضا هناك معمل للتحاليل على أعلى
مستوى، وفي انتظار دخول أيضا بعض المعدات والأجهزة الطبية الأخرى. تحديدا هذا المستشفى موجود في منطقة خان يونس داخل المخيم الإغاثي المصري الذي أنشأه الهلال الأحمر المصري. ويعني أهمية هذا المستشفى تكمن في استهداف الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية للقطاع الصحي والطبي بصورة متعمدة، وخروج العديد من المستشفيات عن الخدمة، فبالتالي يكون هذا المستشفى هام وضروري في هذا التوقيت للجرحى والمصابين الفلسطينيين. أما فيما يتعلق بمطار العريش وعمليات الإنزال الجوي المستمرة التي تقوم بها مصر وتنطلق من مطار العريش لمنطقة شمال قطاع غزة تحديدا، سواء من خلال مصر أو عدد من الدول الصديقة والقريبة من جمهورية مصر العربية، هذا إضافة طبعا إلى ميناء العريش الذي يوجد به سفينة تركية وأخرى ليبية يعني تقوم بتفريغ حمولتهم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري إذانا بتوصيل هذه المساعدات إلى قطاع غزة وفقا للأولوية، سواء من أجهزة أو معدات طبية إضافة إلى المواد الغذائية الأخرى، بالإضافة لقيام الهلال الأحمر المصري بتوزيع وجبات يوميا، وجبات جافة مكونة من بروتين حيواني إلى المخيم الإغاثي الأول والثاني داخل قطاع غزة وتحديدا في منطقة جنوب غرب خان يونس. نعم إليكم زملائي في الاستوديو. تشارك وزيرة التعاون الدولي رانيا الوشاط في قمة رؤساء دول إفريقيا المنعقدة على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية من أجل إفريقيا في كينيا، وذلك بالنيابة عن الرئيس السيسي. وتناقش القمة طموحات القارة في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية إيداء التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد 21 لموارد المؤسسة. ويشارك في القمة ممثل الحكومات الإفريقية والمجتمع المدني والشباب للتعبير عن طموحاتهم والدعوة إلى مزيد من الدعم والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية. دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أسواق المال العربية إلى الاهتمام بموضوع الذكاء الاصطناعي ووضع سياسات عربية لتوطينه وللاستفادة من مزاياه. جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي تستضيفه بورصة قطر، حيث دعا أبو الغيط إلى إطلاق نقاش عربي يضم المؤسسات المالية والخبراء والشركاء لتحديد الأولويات العربية، وهو ما من شأنه أن يساعد في وضع تصور إقليمي يسهم في بناء القدرات وتحديد التشريعات وتنفيذ الاستثمارات تفضي إلى تعظيم استفادة أسواق المال العربية من مزايا الذكاء الاصطناعي وأيضا تلافي مخاطره. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 54 ميلا بحريا شمال غربي المخا في اليمن. وأكدت شركة أمبري للأمن البحري أن سفينة حاويات ترفع علم مالطا استهدفت بينما كانت في طريقها من جيبوتي إلى جدة بالسعودية. وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أنه تم استهداف السفينة بسبب العلاقات التجارية بين الجهة المشغلة المسجلة لها مع إسرائيل. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن ياسر العطا أن العمليات العسكرية تسير وفقا لما هو مخطط لها. وخلال زيارته لغرف العمليات والمواقع المتقدمة بأم درمان، أوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي أن السودان يستشرف مرحلة قادمة تستهدف البناء والتعمير، مشددا على ضرورة بناء مرحلة تأسيسية لعدة سنوات تعتمد على الشعب السوداني والمقاومة الشعبية فقط، وتستند على أطر وطنية صحيحة تتجنب العمالة والارتزاق وتضمن محاسبة كل من ثبت تورطه في حق الوطن.
أعلنت أوكرانيا أنها صدت 55 هجوما في شرق البلاد في منطقة دونيتسك غداة اعترافها بتدهور الأوضاع على خط الجبهة. وكانت موسكو قد أعلنت سيطرتها على قرية نوفو باخموتيفكا في الجبهة الشرقية، بينما تترقب القوات الأوكرانية تسلم الأسلحة الأمريكية المنشودة. وجنوبا أكدت أوكرانيا أن قواتها تواصل احتواء القوات الروسية في عدة مواقع غرب مدينة دونتسك التي تسيطر عليها روسيا. وأشارت كييف إلى أن القوات الروسية بدعم من الطيران حاولت اختراق دفاعات قواتنا 15 مرة. أقر رئيس الأركان الأوكراني بأن الوضع على الجبهة تدهور مع تحقيق القوات الروسية نجاحات تكتيكية في مناطق عدة. وأوضح أن روسيا تهاجم على طول خط المواجهة، مشيرا إلى أن منطقة كوبيانسك من بين المناطق التي يشتد فيها القتال. مع اشتداد القتال بين القوات الأوكرانية والروسية في الشرق، أعلن قائد الجيش الأوكراني أليكساندر سيريسكي تراجع قوات بلاده إلى مواقع جديدة غربي ثلاث بلدات في الجبهة الشرقية، حيث تمركزت قوات روسية في عدة مواقع. وفيما قد يكون تطوراً مثيراً للقلق بالنسبة لأوكرانيا، قال سيريسكي إن قواته تراقب عن كثب زيادة في عدد القوات الروسية بمنطقة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا. وتعرضت المدينة الواقعة بشمال شرق أوكرانيا على بعد 30 كيلومترا فقط من روسيا، والتي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، لضربات جوية على مدى الأشهر الماضية في حملة وصفتها كييف بأنها محاولة متعمدة من موسكو لجعلها غير صالحة للسكن. وتأمل كييف في أن تتمكن من تحقيق الاستقرار بمجرد استلامها أسلحة أمريكية بموجب حزمة مساعدات قيمتها 61 مليار دولار أقرها الكونغرس قبل أيام. ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مناشدة جديدة للشركاء الدوليين للإسراع بتزويد بلاده بأسلحة حتى يتسنى لها الحفاظ على مواقعها وتعطيل الخطط الروسية. زيلينسكي أضاف أنه طلب من زعيم الأقلية بمجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز تسليمه أنظمة باتريوت في أقرب وقت ممكن. وتتقدم القوات الروسية ببطء منذ سيطرتها على بلدة أفديفكا، مستفيدة من معاناة أوكرانيا من نقص في قذائف المدفعية والقوة البشرية. وتشير خرائط ساحة المعركة التي أعدها محللون عسكريون إلى أن القوات الروسية تتقدمت أكثر من 15 كيلومتر في اتجاه قرية أوشريتين منذ الاستيلاء على أفديفكا. لقي 42 شخصا مصرعهم في انهيار سد في بلدة تقع شمال العاصمة الكينية نيروبي. وأفادت حاكمة ولاية ناكورو أن السلطات المحلية لا تزال تعمل على انتشال جثث الضحايا. وانهار السد جارفا منازل وقاطعا العديد من الطرقات في البلدة. وقبل أيام أفاد مسؤولون بأن 76 شخصا لقوا مصرعهم في كينيا منذ مارس الماضي مع هطول أمطار أكثر غزارة من المعدل في شرق أفريقيا التي تترافق مع ظاهرة النينيو المناخية. لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في أوكلاهوما بعد أن اجتاحت عشرات الأعاصير السهول الجنوبية للولايات المتحدة، في حين أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرات من أعاصير لأكثر من 7 ملايين شخص. وأعلن كيفن ستيت حاكم ولاية أوكلاهوما حالة الطوارئ في الولايات المتحدة، ما أدى إلى توفير المزيد من الأموال للمسعفين وعمليات الإغاثة. وقال البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن عرض في اتصال مع حاكم أوكلاهوما دعم الحكومة للتحدي الكامل للمساعدة في جهود التعافي. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من العواصف من رياح عاتية وأمطار غزيرة وتساقط البرد لأكثر من 47 مليون شخص في مناطق تمتد من شرق تكساس باتجاه الشمال عبر إلينيو وويسكونسن. عشرات الأعاصير اجتاحت السهول الجنوبية للولايات المتحدة، في حين أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرات من أعاصير إلى أكثر من 7 ملايين شخص. ففي أوكلاهوما لقي عدة أشخاص حتفهم، بينهم طفل يبلغ من العمر 4 أشهر، وأصيب العشرات جراء هذه الأعاصير. وأعلن كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما حالة الطوارئ في الولاية، مما أدى إلى توفير المزيد من الأموال للمسعفين وعمليات الإغاثة. البيت الأبيض قال إن الرئيس جو
بايدن عرض في اتصال مع حاكم أوكلاهوما دعم الحكومة الاتحادية الكامل للمساعدة في جهود التعافي. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من العواصف من رياح عاتية وأمطار غزيرة وتساقط البرد لأكثر من 47 مليون شخص في مناطق تمتد من شرق تكساس باتجاه الشمال عبر إلينوي وويسكونسن. وذكرت هيئة الأرصاد أن 38 إعصاراً محتملاً ضرب المنطقة، وأن أسوأ العواصف مرت بوسط أوكلاهوما وامتدت إلى شمال غرب تكساس وغرب ميزوري وكنساس. إدارة الطوارئ في أوكلاهوما قالت إن مستشفيات المنطقة أبلغت عن 100 إصابة، ودمرت الأعاصير أو ألحقت أضراراً بعشرات المباني بما في ذلك المستشفى في بلدة ماريتا، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات هناك. وظل أكثر من 20,000 عميل في الولاية بدون كهرباء وفقا للمسؤولين، حيث عمل أفراد الطوارئ على تطهير الطرق وإصلاح خطوط الكهرباء. والأعاصير ظاهرة جوية يصعب التنبؤ بها، وهي شائعة نسبيا في الولايات المتحدة خاصة في وسط البلاد وجنوبها. تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور مقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية. وتضمنت جولة الوزير تفقد مكتبة سفيرة فايزة أبو النجا المركزية والمدرجات والقاعات الدراسية ومعمل الجرافن الذي يعد من المعامل الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط. الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا هي شراكة مصرية يابانية ما بين الحكومة اليابانية والحكومة المصرية. بدأت المفاوضات من سنة 2005 وقبل كده، وانتهت بتوقيع البروتوكول في 2009 وبدء الدراسة في 2010. الجامعة بتتبع أحدث وأحسن الممارسات اليابانية في العلوم والتكنولوجيا والإدارة. احنا بنأكد ان الجامعة المصرية اليابانية جامعة حكومية باتفاقية طبعا دولية ذات طبيعة خاصة، ولكنها جامعة حكومية أنشئت عشان تكون مركز تميز بحثي وتعليمي ولدعم الصناعة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. حبينا نبرز من خلال هذا الاجتماع الإمكانات الحقيقة الكبيرة جدا للجامعة، سواء في المعامل أو التجهيزات أو حتى في خبرات أعضاء التدريس اللي هم من أهم علماء هذا الوطن. بثلاثية نظيفة اقتنص نادي الزمالك فوزا ثمينا من نادي دريمز على أرض الفريق الغاني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. بهذا الفوز يتأهل الزمالك إلى نهائي البطولة للمرة الثانية في تاريخه، ضاربا موعدا مع نادي نهضة بركان المغربي. بثلاثية نارية في عرين نادي دريمز وعلى ملعب الفريق الغاني وأمام جمهوره، اقتنص الفارس الأبيض بطاقة العبور إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. الزمالك نجح في تحقيق نتيجة كبيرة خارج الديار، حاصدا الفوز الأول له على الملاعب الغانية، حين أحرز فرسان القلعة البيضاء ثلاثة أهداف دون رد في شباك فريق الأحلام على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي في إياب نصف النهائي، حيث تقدم التونسي حمزة المثلوثي للأبيض في الدقيقة 12، ثم تقدم البينيني سامسون أكينيولا بالهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما أحرز مصطفى شلبي الهدف الثالث في الدقيقة 59. الفوز حقق للقلعة البيضاء الأفضلية بعد التعادل في لقاء الذهاب باستاد القاهرة بدون أهداف، ليصعد الزمالك لنهائي الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج بنسخة 2019 على حساب نهضة بركان المغربي. ولعلها بشرة خير، حيث ضرب الزمالك موعدا جديدا مع نهضة بركان في نهائي النسخة الحالية بعد تأهل الفريق المغربي إثر انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري من مباراة نصف النهائي، ليلتقي الزمالك ونهضة بركان مجددا في نهائي البطولة الذي سيقام خلال شهر مايو المقبل. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام النشرة، هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي ورئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك يجددان التأكيد على ضرورة إقرار حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة. مدبول يؤكد اتفاق العالم على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية ويحذر من تبعات أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية. شكري يقول إن الوضع في غزة مروع ويؤكد ضرورة عدم سماح المجتمع الدولي بالمزيد من الدمار والقتل. ختام الثالثة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.